نعم فسكر الحمل هو نفس يعني الأسباب ديال السكري تقريبا النوع الثاني، غير الفرق بين علاش كنسميو سكري الحمل، لأنه كيظهر خصوصا في فترة الحمل، وكيقدر في أغلب الحالات كيمشي بعد الولاده. هذا الشيء ما كيمنعش انه هناك بعض يعني بعض السيدات اللي كيبقى فيهم السكري ديال الحمل حتى بعد الولاده. نعم. وهذه هي الـ يعني ليتاب ولا المرحله اللي ما كنبغيوش نوصلوا ليها. عندنا ايضا سكري الحمل، كيمكن كتكون بعض الحالات اللي كتكون المراه بداها السكري قبل الحمل، ومع الحمل كيظهر بشكل اكثر وكيظهر بشكل جلي، ان هناك هرمونات، هناك انسولين اللي الجسم كيطلب من البنكرياس انها تفرز انسولين بشكل اكبر باش تغذي الجنين. نعم. باش يعني تحول الاكل اللي تياكله الطاقه وداكشي. فهنا تيوقع يعني هذا المشكل، وكيظهر مشكل ديال سكري الحمل. نعم اكيد الاسماء الزراوي غادي نطرقوا ليه من الناحيه الغذائيه، مادام انت مختصه في التغذيه، غادي نتكلموا على كيفاش كيأثر على الجنين وكيفاش كيأثر على المرأة في فترة الحمل. على الجنين السكري، ارتفاع السكر في الدم، سكري الحمل يعني ارتفاع سكر الحمل، السكر أثناء الحمل عند المرأة الحامل، وهذه مسألة غير طبيعية لا بالنسبة للمرأة الحامل ولا بالنسبة للجنين، وهذا الشيء كيمكن يترتب عليه مشاكل صحية أثناء الحمل، يعني في اللحظة ديال الحمل، في الولادة، حتى على المدى البعيد، لدرجة أنه بعض الدراسات تكلمت على أن بعض الأطفال اللي كانت الأمهات ديالهم مصابين بسكري الحمل عندهم نسبة الإصابة ديالهم بالسكري لاحقا كتكون أكثر من غيرهم من الأشخاص اللي الأمهات ديالهم تبعت فترة حمل عادية. هذه على المدى الطويل. أيضا على المدى الطويل بالنسبة للأم هو أنها كيمكن لها يبقى عندها سكر الحمل يعني مدى الحياة إلى ما اتخذتش الاحتياطات اللازمة. عندنا كذلك انه اثناء الحمل والولاده تيكون عندنا مشاكل، مثلا بدل ما انه يكون عندها ولاده طبيعيه كتولي ولاده اللي هي سيزاريان بالفتيح، الوزن ديال الجنين تقدر يكون زايد على حده، وبزاف المشاكل الاخرى. نعم لاله اسماء الزريوان، نبغيو نطرقوا لناحيه التغذيه، كيفاش التغذيه تقدر تصيبنا مرض السكر، وكيفاش تقدر تاثرنا على صحتنا، وما كرهناش نعطيو واحد التغذيه متوازن باش حتى السيدات ديالنا والمشاهدين ديالنا اللي كيشاهدونا وعندهم سكري الحمل نقدروا نعطيهم واحد النصيحه بخصوص هذا الموضوع. طبعا عرفتي الان تكلمت على الاعراض يعني المشاكل ديالو كيفاش كيتصابوا على المدى الطويل المدى البعيد، باش يعرفوا انه ماشي شي حاجه عاديه، ماشي شي حاجه سهله انه المراه تكون مصابه بسكري الحمل، يعني ماشي هي شي حاجه عاديه غير حنت حامله ممكن يجيها وراه غيمشي من بعد، لا، يعني هناك مضاعفات خطيره. اذا الى عرفنا مثلا الاسباب غنعرفوا الوقايه بسرعه. فالاسباب ديال سكري الحمل هو نظام الحياه اللي ولينا كنعيشوه حاليا بكل ما فيه، خصوصا يعني التغذيه، وخصوصا التغذيه. فالتغذية هي من بين الأساسيات ديال الإصابة بمرض السكري. فتناول الأم مثلا تتبع واحد نظام غذائي اللي عشوائي اللي فيه الأكل يعني بالفاست فود، فيه سكر، فيه ماشي ضروري غير الفاست فود، يقدر كتكون كاين اللي كتاكل غير في الدار ولكن عندها سكري الحمل، لأنها كتتبع واخا الماكلة ديال الدار كتتبع عادات غذائية غير صحية. نبغيو نتكلموا للأسماء على هذه العادات السيئه اللي تقدر تؤدي بها لسكري الحمل اكثر. العادات السيئه هو تاكل خبز بزاف، الخبز من يعني خصوصا الخبز الابيض من بين الاشياء اللي ممكن يعني تسبب يعني بالاضافه لعوامل اخرى الاصابه بسكري الحمل حتى قبل الحمل. يعني سكري الحمل غير بحال كيوضح لينا المشكل، يعني القابليه ديال الاصابه كتكون قبل، وكيف ما كنسميوه لو تيران ولا يعني الجسم تيكون اصلا عنده قابليه قبل الحمل بمده، يعني كيكون بحال عنده جميع العناصر كيتسنى غير الحمل باش يبان مزيان. اذا ما يمكنش تكون مثلا امراه اللي كدير كتمارس مثلا الرياضه والتغذيه ديالها ايضا جيده ووزنها جيد
انها تصاب سكري الحمل يعني هذه معمرها ما كانت. اذا الحلول شنو هي؟ هو اننا قبل الحمل يكون حمل مخطط له، خصوصا اللي كانت المراه عندها سوابق في الاصابه بسكري الحمل يعني تقدر مثلا الولاده الثانيه ولا الثالثه يبقى فيها السكر. اذا دائما لازم تحتاط، واي مراه هي ماشي في منأى على الاصابه به الا اذا كانت كتتبع تغذيه سليمه. فكيف ما قلنا انه سواء قبل كوقايه هو نبعدوا على السكر، السكريات، العصائر، هذه كاول طريقه للوقايه. المشروبات الغازيه طبعا، اي مشروب محلى من بينه العصير واخا ما نكونوا زايدين ليه سكر. فايضا عندنا حتى لما كانتش المراه من الهوات الخضار، من الهوات ديال تناول الخضار بكثره وكل يوم، فلازم انها تعرف راسها انها من بين الاشخاص اللي ممكن يتسبب بسكري الحمل. اذا تناول الخضار غادي يقدر يحمينا ضد الاصابه بسكري الحمل. اذا هذه الوقايه قبل الاصابه بسكري الحمل. في سكري الحمل ملي كتصاب المراه بسكري الحمل، فهنا على حسب الوقت اللي تم الاكتشاف فيه سكري الحمل، يعني ممكن نكتشفوا سكري الحمل في 3 اشهر الاولى او 3 اشهر الثانيه او في اواخر الحمل. في 3 اشهر الاولى كيفاش نتحكموا في التغذيه ديالنا باش يكون عندنا صحه مزيانه للجنين ديالنا ولينا؟ اعطي هنا السؤال معقد جدا، ما كاينش واحد خارطه الطريق اللي محطوطه قبالتنا خصوصا في 3 اشهر الاولى واللي ممكن نصح بها الجميع. كل حاله كناخذوها بحالتها، كل حاله هي حاله لوحدها. ان 3 اشهر الاولى كاين اللي كتجيها الوحم وكاين اللي كتقدر تبان فيها البوادر ديال سكري الحمل. فاحنا كنقيموا الوضع ديال هذيك المراه وتنشوفوا الحاجيات ديالها وتنحاولوا نعطيوها واحد الغذاء اللي في نفس الوقت غادي يعطيها الحاجيات ديالها وديال الجنين، وفي نفس الوقت ما غاديش يخلي يعني الاصابه تكون تفاقم. عندنا بعض الانواع ديال مرض يعني سكري الحمل اللي ما تيوصل ليا انا كاخصائيه تغذيه حتى تيكون وصل للانسولين، يعني لان الانسولين بين العلاجات اللي كتعطى ويمكن لينا ما نوصلوش للانسولين فقط. مراحل صعبه في السكر طبعا. اذا مريضه مراه حامل وعندها سكري الحمل وما بغاتش يتقاد ليها، فالطبيب كيكون مجبر انه يعطي الانسولين باش يقاد يعني نسبه السكر في الدم، وهذاك اخر خيار عند الطبيب. فاذا كان على مقربه منه مثلا اخصائي تغذيه اللي ممكن يعالج الوضع فتيكون احسن واحسن بالنسبه. واصلا حتى الطبيب كيعطي فرصه دائما للمريضه انها تعيد النظر في التغذيه ديالها ودير يعني المجهود ديالها باش ما توصلش للانسولين. في الحاله ديال العلاج سواء بالانسولين ولا العلاج الغذائي هنا كل حاله هي حاله بنفسها، لان كل مراه كتختلف حسب المده فين يعني واصله بالحمل، الى اسبوع، في حسب الحاله العامه ديالها، حسب واش هي. كنعرفوا ان النساء عندنا بزاف ديال النساء ملي تيقربوا يعني ولدوا تيوصلوا لفقر الدم، هذا الشيء معروف عندنا. اذا حنا على حسب كل حاله كنعطيو الغذاء والنظام الغذائي الخاص بكل شخص للاسف. ولكن عموما باش حتى الناس تعرف، دائما الخضار كتكون حاضره اساسيه من بين يعني الاشياء اللي منصوح جدا بها لاي يعني سيده حامل وعندها سكري الحمل انها تاكل الخضار بكثره. هادشي غادي يساعدها انها تجاوز هذه المرحله. نعم، يعني الخضار من الاساسيات ديال اللي كتساعد المراه الحامل يعني باش تخطى يعني السكر ديالها فتره الحمل. نبغيو نمشيو نتكلموا على التغذيه المتوازنه الصحيه بالنسبه للسيدات فتره الحمل. فتره الحمل سواء كان عندها الا كان عندها السكري فطبعا كيكون كل وحده وكيفاش كان على اختلاف الحالات. بالنسبه للمراه الحامل اللي ما تيكونش عندها اي مشكل اثناء الحمل يعني ما عندهاش سكري الحمل، فهي مطالبه انها تاكل بطريقه صحيه، يعني ماشي انها غير مصابه بسكري الحمل صافي غادي نقولوا لها انت تهني كلي كيف ما بغيتي. اي مراه خلال الحمل والارضاع هي عندها مسؤوليه ديال نفسها لان هي اثناء مرحله الحمل، ومسؤوليه ديال يعني الطفل ولا الرضيع اللي عندها، وبالتالي هي مطالبه انها تاكل جوده اكثر من الكميه ديال الاكل. نعم. اذا يمكن تاكل قليل وبكميه والجوده تكون عاليه ديال داكشي اللي كتاكلو، احسن ما تاكل
تاكل مثلا بزاف ديال الاغذيه مثلا غنيه فقط بالكربوهيدرات اللي هي السكر السكريات وبدون فيتامينات بدون اي شيء. نعم هنا بزاف ديال السيدات غادي يتسائلوا ويقول لك انا ما بغيتش السكر الحام يستمر معايا بعد الولاده، شنو هو الحل هنايا بالنسبه للتغذيه ديالنا؟ الحل هي انها تلتزم بالتوجيهات ديال المختص التغذيه وديال الطبيب فيما يخص يعني النظام الغذائي ديالها، وتكون متاكده ولا كان يعني ان الا كان عرفات ان السكري جاها قبل يعني في البدايه ديال السكري حتى حنت سكري الحمل فيه مراحل الاولى اللي هي البدايه اللي ما كتحتاج الانسولين وفيها المراحل اللي متفاقمه اللي كتحتاج الانسولين. في كلتا الحالتين خاصها تنتبه بشكل كبير وجدي لنسبة يعني السكر في الجسم ديالها، وانها حتى يعني من الناحية النفسية ما تخلعش بزاف، يعني ما تخلعش بزاف لان حتى هذيك الخلعة اللي ممكن تجيها حتى هي ستريس هي ضغط وتا هي ممكن يرفع لنا يعني نسبة الكورتيزون في الجسم ويفاقم ايضا من السكري. اذا عرفت تاخذ الامور ببساطة ولكن بجدية بمعنى انها لازم تكون على استعداد انها تتبع النصائح بالحرف ديالهم يعني بالحرف، وانها حتى لو ما كانت هذه الصعوبة اللي كنلقاو بزاف مع هاد مع بعض السيدات هي انه غالبا هما من الاول ما تيكونوش من الناس اللي عزيز عليهم الخضار، فكتجيهم صعيب انها تدخل الخضار في المرحلة ديال الحمل اللي هي مرحلة اصلا صعبة واللي اصلا يعني الشهية والجهاز الهضمي كله تيكون ماشي في حالته الطبيعية. فهذه من بين الصعوبات اللي كنلقاوها عند المرأة الحامل المصابة بالسكري النوع الثاني، واللي مع يعني تكرار يعني مع تكرار الجلسات والمراقبة المستمرة كنقدروا نتجاوزوها وايضا بقناعة ويعني بقناعة من المريضة ايضا ومجهود من المريضة، فاحنا كنوصلوا اننا نعطيوها هذيك الخضرة بواحد الشكل اللي ممكن تقبله وتوالف به، وحتى بعد الولادة لازم توصل على نفس النمط باش تحمي نفسها سواء من سكري نعم. الحمل في ولادات وحمل لاحق او من سكري النوع الثاني اللي ممكن يبقى معها الحياة كاملة الى ما ردتش البال. نعم بغيت شويه نتكلموا على العادات السيئة اللي يقدروا يرتكبوا السيدات في حقهم بلا ما يحسوا بلا ما يشعروا فترة الحمل. نعم من العادات السيئة واللي ممكن انهم يتبعوها هو مني كتكون المرأة مثلا عندها سكري الحمل بعض المرات كتلجأ لبعض الوصفات او لا مثلا تمشي تسمع ان السالمية كتهبط السكر كتقدر تاخدها، كتسمع الحلبة يمكن كتهبط السكر كتقدر تاخدها، في حين ان هاد الاشياء هادو لازم الى غادي تاخدهم المرأة الحامل لازم تاخدهم تحت مراقبة وبكميات محددة تحت إشراف مختصين في هذا المجال. أكيد تحت إشراف مختصين، وبالتالي ما تيكونش حل ناجع أو لا تأخذ أي أدوية أخرى. ومن بين أي المشاكل اللي كنلقاو عند هاد النساء هما أنهم كيقدروا مثلا يعني كتكون مثلا هي راه عندها سكري الحمل ومازال ما عارفاش راه حاملة وكيتلقى السكر طالع وكتمشي تتقدر تمشي عند الطبيب وما كتكلمش على الحالة ديالها فتقدر انها تكون في بدايه الحمل ولا يكون السكر جاها قبل الحمل وبدات الادويه ديال المضاده للسكر الادويه ماشي الانسولين وكتستمر معهم خلال فتره الحمل، وشحالات شفناها في هذا الصدد هذه، في حين ان هذوك الادويه ممنوع يتخاذوا فتره الحمل وهذو بعض الاشياء اللي هي بسيطه وما كان كتقدر تمر مرور الكرام والتاثير ديالها على الجنين وعلى على المراه بنفسها هو تاثير سلبي جدا. اذا حتى بعض النساء اللي ما كتبغيش اللي الطبيب كيلزم عليها انها دير الانسولين فتره الحمل بالاضافه للنظام الغذائي لان السكر تفاقم عندها فتره الحمل لازم انها تقبل هذا الخيار وما تلجاش لخيار الدواء لانه ممنوع منعا كليا في يعني فتره الحمل. ممكن اذا استمر معها السكري انه بعد الولاده كيحبسوا الانسولين وكيرجعوا يعطيو الادويه، هادو بالنسبه للنساء اللي كانوا مصابين او تصابوا خلال الحمل. نعم.